بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام ونتمنى أن نكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن ولا وبعد. سائل فاضل كريم يسأل يقول: نحن في مجال العمل وكما لا يخفى عن شريف علم الإخوة المستمعين والمتابعين، يقول عن طريق البصمة أو عن طريق البصمة، بصمة العين مثلا، يتم الحضور والانصراف داخل مواقع العمل التي نحن فيها، فيأتي بعض الإخوة من مهندسين أو من مشرفين أو إلى آخره من منسوب المؤسسة، فيأتي ويسوي البصمة هذه الايستامب هذه ويخرج بعد ذلك، ثم يأتي في نهاية الدوام ويسوي بصمة الانصراف، بينما طوال وقت الدوام من 5 ساعات أو 6 ساعات أو 8 ساعات لا يكون متواجدا في موقع العمل، فما الحكم في ذلك؟ نقول الحكم أن هذا الفعل حرام. الله تبارك وتعالى يقول في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في المتفق عليه في كتاب الإيمان: إن الله خلق الأمانة في جذر قلوب الرجال. والله تبارك وتعالى عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا يحملنها وأشفقن منها، قال عز وجل: إن عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. قال عليه الصلاة والسلام: لا أمانة لمن لا إيمان له ولا دين لمن لا عهد له، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة. ثم إن الذي بينك وبين صاحب العمل هو عبارة عن ساعات عمل، ساعات دوام، duty hours، هذه الساعات من العمل أنت تأخذ عليها أجرا، فإن أخللت فيها أصبحت بذلك تأكل سحتا. والله عز وجل ذم اليهود فقال: وأكلهم السحت. قال أهل العلم: السحت وكل مال حرام. فهذا الإخلال الذي يحدث من الإخوة الفضلاء المهندسين أو المشرفين أو منسوب أي مؤسسة خلال ساعات الدوام فيخرج من العمل دون أن يستأذن من مسؤوله السوبرفايزر أو من الأونرز المالك أو من صاحب المال، نقول هذا كله يعتبر من الإخلال بالعقود، وهذا كله يعتبر من الحرام، والمال الذي يدخل عليه لا يجوز. وعلى ذلك نهيب بالجميع أن يتقوا الله عز وجل وأن يأتوا في أوقات العمل وأن ينصرف في أوقات الانصراف، ومن عرض له طارئ أو عارض فليستأذن ممن هو صاحب الشأن، الريسبونسابيلتي اللي هو المسؤول بيده القرار في هذه المسألة. هذا ما أردت بيانه يا إخواني حتى ندخل على أهلنا المال الحلال وعلى أنفسنا الكسب الحلال. وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، وقالت المرأة لزوجها من السلف: اتق الله وأطعمنا من حلال فإننا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. وتوقع أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضى يأتيه بلال في يوم شديد الحرارة وهو جائع بلبن، لبن يعني حليب، فيشربه ثم يسأله بعد ذلك: من أين أتيت بي؟ قال: من كهانة تكهنت بها في الجاهلية. فيضع أصبعه رضي الله عنه وأرضى في داخل فمه ثم يخرج كل ما في جوفه من هذا اللبن أو الحليب. فقالوا: كادت روحك أن تخرج يا أبا بكر. قال: والله لو خرجت روحك أخرجتها ولا يبقى منه في جوفي شيء، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. كل هذا من باب الكذب الحلال، وأن لا يدخلوا على أنفسهم كذبا حراما. والله عز وجل يقول: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وتقولوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وقال ربنا تبارك وتعالى وهو يوضح مثل هذه الأمور الحال هامة: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فيا إخواني وفق الله وإياكم لكل خير وبر، احرصوا على أداء الأمانة وعدم خيانتها، ونسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. هذا عشية يوم الجمعة 2 خلونا من شهر محرم الحرام،
في عام 39 و400 و1000 من عدنان عليه الصلاة والسلام.